السلام عليكم شباب، أنا اسمي محمد وأوريكم لعبة رايمان. يا التلفزيون، أفتح التلفزيون، أستوب في الكاميرا، تقول أوبن ذا تي في. طيب أول شيء استنوني. أول مرة ألعب هاي اللعبة رايمان. أوكي، بنفتح التلفاز ونشوف شو بنلعب في رايمان. أوكي، أول شيء بسوي بوز. شباب سوي بوز عشان ما أقدر أسوي شيء. طيب آسف عشان أتكلم مع شباب بس. يلا بنسوي بوز. يعني انا في اكس بوكس، بتشوفوا في اكس بوكس 360. اوكي، اول شيء منين؟ اوكي، وبعدين لو انتم حبيتوا تلعبوها سووا سبسكرايب بليز بليز، الله يخليكم. اوكي يلا نلعب نلعب ياك ياك شكرا. اوكي ربنا لازم بروح هني. اوكي شباب، اذا حبيتوا الفيديو يلا. اه اتشابلها اتشابلها، ضحكتها.
يا حيوان. يلا أخروا. طيب شباب، بس حاجة بسيطة قاعدة الباب تنقف في مية ولا أوفوا شباب ولا وين نطلع أوفوا شباب حتى وقع هاس تعطين فيه أحد ذا يا هو 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 يا انت يا القوي طب اختار الناس اوه لا 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 اوكي بنمشي للمرحلة الثانية شباب نشوف شو هي المرحلة الثانية يلا اوكي يلا كيف؟
بطل انت تكلمت مع الشباب اتحداك يا خل بطل انا لازم تشوفوا ومع السلامة.